مساء الخير. عم تتأثر أجواءنا بكتلة هوائية باردة عم تحمل معها أمطار غزيرة وثلوج على مستويات متدنية بتلامس 700 متر خاصة بالشمال، وبيمتد تأثيرها حتى نهاية الأسبوع. إذن جو غائم ماطر ومثلج خاصة بالقسم الأول من النهار لبكرة، وكيف رح تتسجل درجات الحرارة بمختلف المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال، وعكار عم بتسجل 5 درجات، طرابلس 8 درجات، العاصمة بيروت وصورة عم بيسجلوا 9. ننتقل إلى بعلبك اللي عم تسجل درجة فوق الصفر، لقلوق 3 درجات تحت الصفر، زحلة 2، وجزين 3 درجات. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل ل 90%، أريح السطحية شمالية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و35 كم/ساعة، أما حال البحر فمائج. إذا نشيل الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة. للخميس جونا بارد جدا غائم مع درجات حرارة متدنية دون معدلاتها السنوية، كما بتتساقط أمطار متفرقة والثلوج على ارتفاع 700 متر وما فوق، مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، وبيتكون الجليد على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والليل اعتبارا من ارتفاع 800 متر. طبعا منحذر من خطر الانزلاقات. أما درجات الحرارة فبتسجل ساحلا أقصاها 8 درجات. للجمعة والسبت جونا بتابع متقلب وبارد، ودرجات الحرارة بتسجل 9 درجات للجمعة و10 درجات لنهار السبت. للأحد جونا مستقر غائم جزئيا وبارد، أما درجات الحرارة فبتسجل 12 درجة. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بنشرة جديدة وبذات الوقت. تصبحوا على خير.